أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وعودة مرة أخرى للبرامج التعليمية. معكم في مادة الرياضيات محمد الدوميني. حلقة النهاردة إن شاء الله مخصصة لطلبة الصف الثالث الثانوي العام والأزهري. حلقة النهاردة إن شاء الله في بداية فرع الديناميكا. هناخد الديناميكا النهاردة البداية بتاعتها وهنتكلم النهاردة عن تفاضل الدوال المتجهة. المفروض إن تفاضل الدوال المتجهة يعني إيه؟ عندي دوال متجهة يعني ليها اتجاه. التفاضل بتاعها مرتبط بيه حاجات احنا خدناها في الديناميكا. ديناميكا يعني ايه؟ ديناميكا ديناميك يعني حركة، معنى ان الجسم بيتحرك، يعني الجسم كان موجود في مكان بقى في مكان تاني، يبقى كان في موضع بقى في موضع اخر، ونتيجة انتقاله من الموضع ده للموضع ده اكيد بقى ليه ازاحة. طيب وهو بينتقل مش خد وقت في الانتقال؟ لو قسمت الازاحة على الزمن هيديك ايه؟ ايوه السرعة. طب وبعد كده السرعة لما بتتغير يبقى في عجله، يبقى اذا طالما في ديناميكا يعني في حركه، يبقى اذا في موضع، ازاحه، سرعه، عجله، اربع حاجات نخلي بالنا منهم. هنتكلم دلوقتي على علاقه الحاجات دي بالتفاضل. طب هم دول مرتبطين بالتفاضل؟ احسبها معايا. ايه هي السرعه؟ قال لي السرعه هي المعدل الزمني للتغير في الازاحه. المعدل الزمني للتغير في الازاحه، معدل تغير الازاحه بالنسبه للزمن. طب ما احنا خدنا ان معدل التغير ده يعني المشتقة الأولى بالنسبة للزمن. صح، خدناها في المعدلات الزمنية المرتبطة، خدنا المعدل الزمني يعني الاشتقاق بالنسبة للزمن. يبقى إذا لما اشتق بالنسبة للزمن كده هجيب السرعة. أمال إيه هي العجلة؟ هي المعدل الزمني للتغير في السرعة، يبقى لما اشتق السرعة بالنسبة للزمن كده هجيب مين؟ العجلة. يبقى نستنتج من كده إن هم ارتباطهم ببعض عبارة عن اشتقاق، والاشتقاق ده اللي بنجيبه من الفرع اللي هو التفاضل. فعشان كده قال لي تفاضل الدوال المتجهة، ده أول درس هناخده في الديناميكا. هنبدأ مع بعض دلوقتي، وأول حاجة هنقولها في تفاضل الدوال المتجهة. نبدأ مع بعض ودرسنا بيتكلم عن الحركة في خط مستقيم. كل القوانين وكل حاجة هنقولها في الديناميكا بتتكلم على جسم بيتحرك في خط مستقيم. طبعا حركة في خط مستقيم، فعشان كده سموها حركة إيه؟ خطية. نتكلم على أول حاجة عندنا متجه الموضع. متجه الموضع كدالة في الزمن يرمز له بالرمز سين، يبقى السين بيساوي دالة في نون. نتكلم عن متجه الإزاحة. الإزاحة برضو متجه الإزاحة فيه هو عبارة عن دالة في نون. طب إيه العلاقة بين الإزاحة والموضع؟ ما هو الإزاحة ده هو التغير في الموضع، يبقى الفه دلتا سين، يبقى التغير في الموضع، يبقى معنى كأنها بتساوي سين ناقص سين صفر، الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي. وطبعا واضح انها كمية متجهة. بعد كده متجه السرعة. طبعا عارف ان متجه السرعة هو التغير في الازاحة بالنسبة للزمن. التغير في الإزاحة بالنسبة للزمن، يبقى معنى كأنها بتساوي دال سين على دال نون، يبقى مشتق سين بالنسبة للزمن يديني السرعة. متجه العجلة، خلي بالك بقى معايا، عندي متجه العجلة ليها شقين. لو عندي السرعة دالة في نون، يبقى نستنتج من كده ان الجيم المفروض انها بتساوي د عين على د نون، يبقى ده العجله. طب لو العين داله في فيه، تمام كده، او هنقول داله في سين، ما الفيه داله في سين، يبقى داله في سين اللي هي بالنسبه للموضع، يبقى الجيم بتساوي نشتق بقى طبعا د عين على د نون. طب ازاي دال عين دال في سين؟ يبقى عين دال عين على دال سين. لا فاهمني دي هتيجي ازاي؟ التفسير بتاعها بص كده هفسرها وبعد كده نمسح الكلام ده. مش انت لما تيجي تشتق عين بالنسبه لسين، العين دال في سين، يبقى دال عين على دال سين في دال سين على دال نون، ما هو عايز دال عين على دال نون. دال عين على دال سين كتبتها اهي، دال سين على دال نون اللي هي العين، دال سين على دال نون اللي هي العين، دال سين على دال نون اللي هي العين. يبقى نستنتج من كده
ان الجيم بتساوي عين في دال عين على دال سين، عين في دال عين على دال سين. يبقى دي العجله بتاعتنا. يبقى العجله يا اما اشتق السرعه بالنسبه للزمن اذا كانت السرعه مدلة في الزمن، اما اذا كانت السرعه داله في سين يبقى عين في دال عين على دال سين. يبقى كده عندي السرعه والعجله والازاحه والموضع. يا ترى بقى هنجيبهم بقى مسائلنا هتيجي على الجزء ده ازاي؟ ركز بقى معايا واحده واحده وهنبدا مع بعض في التمارين بتاعتنا. اول تمرين، تماريننا اللي هنتكلم عليها على متجه الازاحه والموضع والسرعه والعجله كلهم 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 بيشترطوا ان يكون عندي داله. فنبتدي نتكلم مع بعض في التمرين رقم واحد. بيقول لي عين متجه السرعة والعجلة في كل من الحالات الآتية مبينا تلك التي تكون فيها الحركة منتظمة أو منتظمة التغير أو متغيرة. أول واحدة ر بتساوي، هنقول له إن س بتساوي 2 ن زائد 3 في اتجاه ي. تاني حالة س بتساوي ن تربيع زائد ن زائد 1 في اتجاه ي. تالت واحدة ر بتساوي ن تكعيب في اتجاه ي. نبدأ نشوف التلاتة. نبدأ أول حاجة الس بتساوي 2 ن زائد 3 في اتجاه الياء. تعرف تجيب لي الف؟ قلت له اه طبعا، س ناقص س صفر. س اللي هي المقدار بتاعنا اللي هو 2 ن زائد 3. أمال س صفر نفس المتجه بس أحط مكان النون صفر. 2 في صفر زائد 3 يبقى 3. كل ده في اتجاه الياء. 3 تروح مع سالب 3 يتبقى لي 2 ن ي. يبقى ده متجه فيه. بس هو مش عايز فيه، هو عايز السرعه والعجله. العين بتساوي السرعه نشتق بقى 2 ن مشتقتها 2 في اتجاه الياء. ونجيب له العجله نشتق ال2 مشتقتها 0. يبقى السرعه مشتقه الازاحه، الازاحه 2 ن مشتقتها 2. العجله هي مشتقه السرعه، 2 مشتقتها 0. 0 في اتجاه الياء يبقى 0 متجه. نوع الحركه، انا عندي الحركه ثلاث انواع. لو العجله بصفر تبقى دي اسمها حركه ايه؟ قال لي حركه منتظمه. يبقى لو العجله بصفر تبقى الحركه دي حركه منتظمه. لو العجله بصفر تبقى الحركه منتظمه. تاني واحد س بتساوي ن تربيع زائد ن زائد 1 في اتجاه الياء. يلا نشوف. نجيب له الف. الف بتساوي س ناقص س صفر. س عندنا اللي هي ن تربيع زائد ن زائد 1 في اتجاه الياء. س صفر يعني اعوض عن ن بصفر فيطلع لي 1 في اتجاه الياء. لما اطرح الواحد يروح مع الواحد يتبقى لي ن تربيع زائد ن. عايز اجيب له عين نشتق ن تربيع مشتقتها 2 ن ون مشتقتها 1 في اتجاه الياء. ن تربيع يبقى 2 ن زائد 1 في اتجاه الياء. عايز اجيب له جيم يبقى 2 في اتجاه الياء. العجله طلعت بعدد، طالما رقم ثابت يبقى الحركه دي اسمها حركه منتظمه التغير. يبقى انا كده اتكلمت مرتين. اول مره قلت له لو العجله بتساوي صفر يبقى حركه منتظمه، لو العجله بتساوي عدد ثابت يبقى الحركه مالها منتظمه التغير. طيب تالت حاجه عندنا ال ر بتساوي ن تكعيب في اتجاه الياء. يلا نجيب له ف. ر ناقص ر صفر. ر عندنا ن تكعيب في اتجاه الياء. ر صفر هتطلع بصفر في اتجاه الياء. يبقى الناتج بكام؟ ن تكعيب. نجيب له بقى العين. 3 ن تربيع في اتجاه الياء. نجيب له الجيم. يبقى 6 ن في اتجاه الياء. العجله بقى طلعت صفر؟ قلت له لا،
طلعت عدد بس لوحده؟ قلت له لا، دي طلعت داله فيها نون. قال لي يبقى الحركه دي اسمها حركه متغيره. يبقى نوع الحركه عندي ثلاث حاجات، يبقى الملحوظه بتاعتنا نوع الحركه ثلاث حاجات. لو الجيم بصفر يبقى حركه منتظمه، لو الجيم بتساوي عدد ثابت يبقى حركه منتظمه التغير، لو الجيم بتساوي دالة فيها نون يبقى حركة متغيرة. وده نوع الحركة عندنا بأشكالها التلاتة. يبقى نوع الحركة هنجيبه بدلالة جيم بس. في حاجة تانية اسمها عندي حركة متسارعة وحركة تقصيرية. يا ترى حكاية المتسارعة والتقصيرية دي بقى حكايتها ايه؟ نشوف مع بعض، بس لما نشوف الأول المثال ده تمرين. إذا كان متجه إزاحة جسم في خط مستقيم يعطى بالعلاقة فيه بتساوي نون تربيع ناقص 2 نون في اتجاهية. بين متى تكون الحركة متسارعة أو ومتى تكون تقصيرية. نشوف مع بعض في الحل. الف عندنا بكام؟ نون تربيع ناقص 2 نون في اتجاه ليه. ده ف متجه، ايوه، الازاحه، عايز السرعه. يبقى نشتق الازاحه بالنسبه للزمن. نون تربيع مشتقتها 2 نون ناقص 2، ونجيب له كمان العجله مشتقه السرعه، يبقى 2 في اتجاه ليه. كده عندي السرعه وعندي مين؟ العجله. عايز يعرف امتى تكون الحركه متسارعه وامتى تكون الحركه تقصيريه. يبقى نبحث اشاره السرعه ونبحث اشاره العجله. يلا السرعه 2 نون ناقص 2، ابحث الاشاره ازاي؟ نساويها بصفر. يبقى 2 نون بتساوي 2، يبقى النون بواحد. ارسم خط الاعداد، ادي العدد واحد. ده الزمن ما لا نهايه، وهنا بدايتنا بتبتدي من اول الصفر لان ما فيش زمن بالسالب. نبحث إشارة المقدار الجبري للسرعة. لأن السرعة عندنا دالة من الدرجة الأولى، يبقى الإشارة على اليمين مثل إشارة معامل نون تبقى موجبة، وعلى الشمال عكس إشارة معامل نون بالنسبة لعدد واحد. طب عايز أبحث العجلة، نغير اللون كده عشان تشوف العجلة. العجلة بيقول لي بقى الجيم عندنا بتساوي 2، 2 ده عدد ثابت، تبقى الإشارة مثل إشارة العدد يبقى موجبة. على طول موجبة. لما جيت قارنت ما بين السرعة والعجلة هتلاحظ الآتي: في فترات الفترة من صفر لواحد فيها إشارتين، ومن واحد لما لا نهاية فيها إشارتين. لما الإشارات تبقى زي بعض يبقى الحركة دي حركة متسارعة. ولما تبقى الإشارات مختلفة تبقى الحركة دي حركة تقصيرية. يبقى الحركة متسارعة لما تكون نون أكبر من الواحد، والحركة تقصيرية لما تكون نون أقل من الواحد. طبعا أقل من الواحد لحد صفر. طب ما اكتب من صفر لواحد، اكتب براحتك. طب أقل من الواحد هي هي. تلاحظ معايا تاني، إشارتين غير بعض يبقى حركة تقصيرية، إشارتين زي بعض يبقى الحركة متسارعة. يبقى إذا نستنتج، أنا عايز بقى ألفت نظرك لحاجة. يعني إيه السرعة إشارة موجبة وإشارة سالبة؟ عشان نفهم الموضوع ده. السرعة امتى تكون موجبة وامتى تكون سالبة؟ بصوا يا شباب بقى ركزوا معايا. هقول احنا ماشيين في شارع، ايا كان اسم الشارع ده، عشان ما اجيبش اسم شارع معين هقول شارع ايه. اللي ماشي في الشارع من اوله لاخره رايح، يبقى ده ماشي في اتجاه ايه، واللي راجع ماشي في اتجاه اسمه سالب ايه. حتى احنا بنقول عليه ده ماشي عكسي. يبقى اللي ماشي في اتجاه الشارع اسمه ايه، واللي ماشي في الاتجاه المضاد اسمه سالب ايه. فانا كنت ماشي بسرعه 60 وانا ماشي في الشارع ايه، يبقى انا سرعتي 60 ايه. طب لو قلت ماشي بسرعه 60 وانا راجع في الشارع تبقى سالب 60 ايه. ليه سالب؟
مش سالب عشان السرعه سالبه، سالب عشان انا ماشي بسرعه 60 في اتجاه سالب ايه، فتتكتب سالب 60 ايه. يبقى اللي رايح موجب واللي جاي ايه؟ سالب. ده بالنسبه للسرعه. العجله بقى برضو ليها اتجاه، فبنقول ان في واحد ماشي في اتجاه ليه وجي واحد من وراه زقه في نفس الاتجاه اللي بيتحرك فيه، يبقى السرعه في اتجاه ليه والدفعه اللي اتدفعها دي في نفس الاتجاه بتاع ليه، فساعدت ان سرعته تزيد. يبقى لما تكون العجله والسرعه في نفس الاتجاه تبقى الحركه متسارعه، وطالما نفس الاتجاه يبقى هما الاثنين في اتجاه ليه، تبقى اشارتهم زي بعض. ايوه، يعني لو واحد راجع وجي واحد من وراه زقه في الرجوع، يا بص راجع كده وده زقه برضه وهو راجع، يبقى يحصل له ايه؟ سرعته هتزيد وهو راجع. يبقى ماشي في سرعه في سالب ايه، السرعه في اتجاه سالب ايه، والعجله برضه في اتجاه سالب ايه، يبقى سرعته وهو راجع بتزيد. طيب واحد ماشي وجي واحد بقى، عارفين الحركات الرخمه دي، ماشي استنى بس اما اقول لك، وبيشده في عكس الاتجاه اللي بيتحرك فيه. هو بيتحرك في اتجاه وانا شديته عكس الاتجاه اللي بيتحرك فيه عشان اعطله، عشان اخلي سرعته تقل. يبقى هو ماشي في اتجاه للسرعه وانا بشده في اتجاه مضاد، يبقى السرعه والعجله في نفس الاتجاه ولا اتجاهين متضادين؟ طبعا اتجاهين متضادين. يبقى في الحاله دي سرعته هتزيد ولا هتقل؟ تقل، تبقى الحركه تقصيريه. خلاصه اللي انا قلته ده ان لو السرعه والعجله في نفس الاتجاه يبقى الحركه متسارعه، السرعه والعجله في اتجاهين متضادين تبقى الحركه تقصيريه. طب انا اعرف الاتجاهات ازاي؟ من الاشارات. فلو الاثنين موجبين زي بعض تبقى متسارعه، سالبين زي بعض متسارعه برضه. طب واحده موجبه والثانيه سالبه تبقى الحركه ايه؟ تقصيريه. نشوف كده مع بعض تاني الحركه المتسارعه والتقصيريه، نشوف المثال كمان. المثال بتاعنا بيقول إذا كان متجه الموضع لجسم، التمرين بتاعنا، إذا كان متجه الموضع لجسم يعطى بالعلاقة س بتساوي تلت نون تكعيب ناقص تلاتة نون تربيع في اتجاه ليه، بين متى تكون الحركة متسارعة ومتى تكون تقصيرية. نبدأ مع بعض. إذا كان متجه الموضع لجسم، هنا مديني السين، السين بتساوي تلت نون تكعيب ناقص تلاتة نون تربيع في اتجاه ليه، نجيب له مين؟ فيه. احنا عايزين فيه ليه؟ تصدق مش عايزينها، بلاش تجيبها. طب امال هجيب عين ازاي؟ نشتق السين بالنسبه للزمن. هي السين ولا الفه؟ ما احنا قلنا القانون د س على د ن، او د ف على د ن، الاثنين زي بعض. نشتق 3 في 3 تروح تبقى ن تربيع ناقص 2 في 3 ب 6 ن في اتجاه ليه، واجيب له العجله كمان 2 ن ناقص 6 في اتجاه ليه. امتى تكون الحركه متسارعه وامتى تقصيريه؟ يلا نمسك العين نون تربيع ناقص 6 نون، ونمسك الجيم 2 نون ناقص 6، نبحث بقى الإشارة. نون تربيع ناقص 6 نون نساويها بصفر، ناخد نون مشترك يتبقى نون ناقص 6. نون بصفر ونون ناقص 6 بصفر يبقى النون بستة. أدي خط الأعداد بتاع السرعة ونبدأ بالسرعة. صفر وستة. واتفقنا قبل الصفر مش محسوب لأن ده زمن. الدالة تربيعية، الإشارة على اليمين مثل إشارة معامل نون تربيع موجبة، وعلى الشمال مثل إشارة معامل نون تربيع موجبة برضو، بس دي في المنطقة المرفوضة وفي الوسط سالب. العجلة بقى 2 نون ناقص 6 بيساوي 0، يبقى 2 نون بستة، يبقى النون بكام؟ 3. نرسم خط الأعداد عند العدد، أدي 3، التلاتة دي اللي هي ما بين الصفر والستة. يلا نشوف له العجلة. على اليمين عشان دي دالة من الدرجة الأولى، يبقى اليمين مثل إشارة معامل س أو نون، وعلى الشمال عكس إشارة معامل نون. يبقى المنطقة عندي اتقسمت إلى جزئين، من صفر لتلاتة ومن تلاتة لستة ومن ستة إلى ما لا نهاية، تلات أجزائهم في كل منطقة فيها إشارتين. إمتى تكون الحركة متسارعة وإمتى تكون الحركة تقصيرية؟ نبدأ. الحركة متسارعة في المنطقة دي والمنطقة دي،
ليه بقى؟ إشارتهم زي بعض، نون تنتمي الفترة 0 و 3 وكمان 3 وما لا نهاية. الحركة تقصيرية، نون تنتمي الفترة 3 و 6 يبقى متسارعة في الفترة 0 و 3 وتقصيرية في الفترة كام؟ 3 و 6 وما لا نهاية برضو متسارعة، و 3 و 6 فترة تقصيرية لأن الإشارات مختلفة. يبقى الحركة المتسارعة اللي فيها الإشارتين زي بعض والحركة التقصيرية اللي فيها الإشارتين غير بعض. طيب بيكلمني عن الحركة المتسارعة والحركة التقصيرية، فعرفنا أن الحركة المتسارعة اللي فيها عين في جيم أكبر من الصفر والحركة التقصيرية اللي فيها عين في جيم أقل من الصفر. عايزك تبقى الملاحظة دي عشان الناس ما تنساهاش. نرجع لأول عمود تاني عشان نتكلم عن الملاحظات. عين في جيم أكبر من الصفر تبقى الحركة متسارعة، عين في جيم أقل من الصفر تبقى الحركة تقصيرية. يبقى الحركة المتسارعة والحركة التقصيرية هنجيبها لما نتكلم عن العين والجيم لما يتضربوا في بعض. ركز بقى معايا في التمرين اللي جاي. عين متجه السرعة والعجلة في كل من الحالات الآتية. بيقول لي عين بتساوي، خلينا في فيه الأول، فيه بتساوي نون تكعيب ناقص 6 ناقص 9 نون تربيع زائد 15 نون في اتجاه الياء، ثم اوجد الإزاحة عندما تنعدم السرعة، واوجد السرعة عندما تنعدم العجلة. أنا عندي فيه بتساوي نون تكعيب ناقص 9 نون تربيع زائد 15 نون في اتجاه ليه. أجيب له عين إزاي؟ 3 نون تربيع 2 في 9 ب 18 نون زائد 15. طب والجيم؟ 6 نون ناقص 18 في اتجاه ليه. 2 في 3 ب 6 نون ناقص 18 في اتجاه ليه. يبقى كده جبت الإزاحة وجبت السرعة وجبت العجلة. طلب مني بقى وقال لي ايوه اوجد الازاحه عندما تنعدم السرعه. نمسك السرعه اهي 3 نون تربيع ناقص 18 نون زائد 15. متى تنعدم السرعه؟ تنعدم السرعه عندما عين بتساوي صفر. يبقى اخد 3 نون تربيع ناقص 18 نون زائد 15 واساويها بصفر. معادله تربيعيه نقسم على 3، يبقى نون تربيع ناقص 6 نون زائد 5 بيساوي صفر، قسمت على 3. نحلل نون نون واحد وخمسة، عدين حصل ضربهم خمسة والجمع ستة والإشارات زي اللي في الوسط سالبة، يبقى نون ناقص واحد بيساوي صفر، يبقى نون بواحد والنون بخمسة. بيقول لي عايز أجيب بقى الإزاحة عندما تنعدم السرعة. حاضر نجيب لك الإزاحة. فيه بتساوي هحط مكان النون واحد. فين الإزاحة عندنا؟ مش الإزاحة اللي هي نون تكعيب ناقص 9 نون تربيع زائد 15 نون، دي الإزاحة. نحط مكان نون واحد، يبقى فيه بتاعت الواحد بتساوي واحد تكعيب ناقص 9 في 1 زائد 15 تطلع 7. طب وهنا 5 تكعيب ناقص 9 في 5 تربيع زائد 15 في 5 تطلع سالب 25. يبقى كده الإزاحة بتاعتنا. إزاي الإزاحة بالسالب؟ رجع 25 متر. تاني حاجة العجلة، السرعة عندما تنعدم العجلة. متى تنعدم العجلة؟ مش أنا عندي العجلة اللي هي 2 نون ناقص 18؟ تنعدم العجلة عندما ج بتساوي صفر، يبقى 2 نون ناقص 18 بصفر، يبقى 2 نون ب 18 يبقى النون بتسعة. نعوض عشان نجيب السرعة، ونجيب له السرعة عندما نون بتسعة ونشوف الناتج يطلع كام. كده عرفنا الإزاحة والسرعة والعجله، ولكن كانت السرعه عندنا داله في نون وكله داله في نون. يا ترى لو جت داله في حاجه ثانيه هنعمل فيها ايه؟ بعد الفاصل نشوفها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قلنا دلوقتي هنشوف مسائل تانية مرتبطة بالسرعة والعجلة والإزاحة. بص بقى معايا، بيقول لي إذا كان متجه الموضع لجسم يتعين بالعلاقة، ريه بتساوي ألف جتا نون في اتجاه ليه؟ اوجد متجه السرعة ومتجه العجلة. نبدأ مع بعض. السين بتساوي ألف جتا نون في اتجاه الياء، مش ده المتجه بتاعنا؟ عايزين نجيب العين، يبقى نشتق الكلام ده بالنسبة للزمن. هي الجتا مشتقتها ايه؟ ايوه، سالب جا. كده جبت السرعة. عايز بقى العجلة، نشتق السرعة تاني. الجا مشتقتها جتا، تبقى سالب ألف جتا نون في اتجاه الياء. تمام كده؟ يبقى السين عندي متجه الإزاحة، متجه الموضع، عايز منها السرعة اشتقيت، عايز العجلة اشتقيت تاني. اسمع بقى دي. إذا كان متجه الموضع لجسم يتعين بالعلاقة، بص بقى دي، ريه بتساوي اتنين نون تكعيب زائد اتنين نون تربيع زائد ستة نون في اتجاه السين زائد نون تربيع زائد اتنين نون زائد تلاتة في اتجاه الصاد. اوجد متجهات الإزاحة والسرعة والعجلة، اوجد مقدار كل منهم بعد اتنين ثانية. أنا عندي الريه اتنين نون تكعيب زائد اتنين نون تربيع زائد ستة نون في اتجاه سين ونون تربيع زائد اتنين نون زائد تلاتة في اتجاه صاد. عايز أجيب له فيه، الفيه دي اللي هي ريه ناقص ريه صفر. لما أطرح ريه ناقص ريه صفر، ريه صفر يعني كل اللي ما فيهوش نون، كل اللي فيه نون هيطير ويبقى اللي ما فيهوش نون. يبقى هتلاقي إن الفيه بتساوي اتنين نون تكعيب زائد اتنين نون تربيع زائد ستة نون في اتجاه سين، دي هتنزل زي ما هي. والتانية نون تربيع زائد اتنين نون في اتجاه صاد، لأن لما طرحت التلاتة هي اللي هتطير. نجيب له بقى عين، نشتق الفيه بالنسبة للزمن، يبقى ستة نون تربيع زائد أربعة نون زائد ستة، اتنين نون زائد اتنين في اتجاه صاد. عايز اجيب له بقى جيم، اتناشر نون زائد اربعة في اتجاه السين، اتنين في اتجاه صاد. بيقول لك بعد اتنون بعد اتنين ثانية، يعني لما نون باتنين. نجيب له الفه، احط مكان نون اتنين، يبقى اتنين في اتنين تكعيب زائد اتنين في اتنين تربيع زائد ستة في اتنين، اتنين تربيع اتنين في اتنين في اتجاه صاد، واطلع الناتج. وبرضو هطلع السرعة، احط مكان نون اتنين، كل نون احط مكانها اتنين، وبرضو هطلع العجلة احط مكان النون اتنين، اتناشر في اتنين زائد اربعة في اتجاه سين زائد اتنين صاد. يبقى كل واحدة من دول هتطلع زوج مرتب، سواء الازاحة او السرعة او العجلة، عندي سين وعندي صاد. ازاحة، سرعة، عجلة. كل اللي فات كنا بنتكلم ان الازاحة والسرعة والعجلة هم كلهم دالة في نون. طب افرض بقى ما كانتش دالة في نون، يعني ايه؟ افرض جمالي دالة في سين. وكل اللي فات كنا واخدينها دوال كسيرة الحدود، افرض ما جابش كسيرة الحدود، جابها كسرية. طب هتفرق معنا في ايه؟ تعالى ما نشوف. اوجد متجهات الازاحة
بيقول لي بقى إذا كان متجه الموضع لجسم يتعين بالعلاقة ره بتساوي نون ناقص واحد على نون زائد واحد في اتجاه الياء. اوجد متجه الإزاحة والسرعة والعجلة. نبدأ أول حاجة، أنا عندي الره بتساوي نون ناقص واحد على نون زائد واحد في اتجاه الياء. عايز أجيب فيه، قال لي فيه دي اللي هي ره ناقص ره صفر. طب ما هي ره اللي هي نون ناقص واحد على نون زائد واحد ره صفر يبقى صفر سالب واحد على صفر زائد واحد كل ده في اتجاه الياء. يبقى ره ادي ره اهي، ره صفر يعني نفس المقدار بس احط مكان النون صفر يتبقى سالب واحد على واحد. نوحد المقامات تبقى نون زائد واحد، نون ناقص واحد زائد نون زائد واحد. المقامين اهم، البسط نون ناقص واحد موجب واحد في ده كله نزل. تاني كده معايا، يبقى نون ناقص نون صفر ادي نون اهي، ره ناقص ره صفر سالب في سالب بموجب يتضرب هنا اهو، هنطير الواحد مع السالب واحد يتبقى لي كام؟ اتنين نون على نون زائد واحد في اتجاه الياء. عايز اجيب له السرعه، مشتقه البسط اتنين في المقام نون زائد واحد ناقص مشتقه المقام واحد في البسط اتنين نون على المقام تربيع. اتنين نون زائد اتنين ناقص اتنين نون على نون زائد واحد الكل تربيع. اتنين نون مع اتنين نون تروح، يبقى اتنين على نون زائد واحد الكل تربيع. مش دي تبقى اتنين في نون زائد واحد تربيع بس تطلع فوق بوس سالب. ادي السرعة كل ده في اتجاه مين؟ الياء. العجلة بقى سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة في نون زائد واحد الكل أس سالب تلاتة في اتجاه الياء، ودي العجلة بتاعتنا. يبقى عندي السرعة وعندي العجلة، وهو من الأول جبنا الإزاحة. إزاحة وسرعة وعجلة اللي هو طلبهم مننا بالظبط. يبقى المتجهات بتاعتنا بتقول متجه الإزاحة والسرعة والعجلة. مرة تانية بقى بص معايا التمرين اللي جاي. هنتكلم على سرعة، ولكن السرعة في الحالة دي مش مرتبطة بنون، مرتبطة ايوه بسين. تعال ما نشوف السرعه لما تكون مرتبطه بسين نجيب العجله ازاي. بيقول لي اذا كان متجه السرعه، التمرين بتاعنا بيقول لي اذا كان متجه السرعه يتعين بالعلاقه عين بتساوي سين تربيع زائد 3 سين. في اتجاه الياء اوجد متجه العجلة. طيب السرعة عندي يا جماعة سين تربيع الحمد لله سين تربيع زي 3 سين في اتجاه الياء، مش دي السرعة بتاعتنا؟ عايز اجيب بقى العجلة، هجيب العجلة ازاي؟ قال لي العجلة تعالى ما نشتق السرعة دي الاول. العجلة بتساوي عين في دال عين على دال سين، عين في دال عين على دال سين. يبقى العجله بتساوي عين اللي هي بكام؟ سين تربيع زائد 3 سين. دال عين على دال سين بكام؟ 2 سين زائد 3. كل ده في اتجاه الياء. يبقى العجله تاني عين اللي هي سين تربيع زائد 3 سين، دال عين على دال سين، يبقى نشتق دي بالنسبة لسين، يبقى 2 سين زائد 3. يبقى الجيم بتساوي نضرب دول في بعض، يبقى 2 سين تكعيب زائد 3 سين تربيع زائد 6 سين تربيع زائد 9 سين. كل ده في اتجاه ليه؟ يبقى 2 سين تكعيب زائد 9 سين تربيع زائد 9 سين في اتجاه ليه؟ يبقى عندي العين مرة تانية بيكلمني عن عين، فبيقول لي إذا كان متجه السرعة يتعين بالعلاقة
عين بتساوي 2 ه أس س في اتجاه الي. اوجد متجه الإزاحة، اوجد متجه آسف العجلة. أنا عارف إن العين بتساوي 2 ه أس س في اتجاه الي، تمام كده؟ تعرف تجيب لي بقى العجلة؟ قلت له اه طبعا، ده عين في دال عين على دال س. عين اللي هي 2 ه أس س، دال عين على دال س، يبقى نشتق دي هتبقى 2 ه أس س مشتقتها برضه ه أس س، يبقى الناتج 4 ه أس 2 س في اتجاه دي، يبقى عين في دال عين على دال س. طبعا الدالة مشتقتها هي نفسها لأنها دالة أسية الأساس بتاعها ه. بص معايا تاني المثال اللي جاي. بيقول لي إذا كان متجه السرعة لجسم يتعاين بالعلاقة عين تربيع بيساوي س تكعيب زائد 3 س تربيع زائد في اتجاه الي. إذا كانت السرعة، إذا كان مقدار السرعة من غير متجه، عين تربيع بيساوي 3 س تربيع زائد 3 س تكعيب زائد 3 س تربيع، دي السرعة بتاعتنا. اوجد العجلة. هنجيبها ازاي؟ طب اسمع الحل ده. مش انا عندي العين تربيع بتساوي س تكعيب زائد 3 س تربيع؟ نشتق بقى على طول زي ما هي، ولا هنعدلها ولا هنجيب جذور ولا نعمل اي حاجه. دي مشتقتها ايه؟ 2 عين دال عين على دال س، 3 س تربيع زائد 6 س، نقسم على الاثنين تبقى عين دال عين على دال س بيساوي 3 على 2 س تربيع زائد 3 س، قسمت على الاثنين. شايف دي؟ الجيم بتساوي ايه؟ عين دال عين على دال س. طب ما انا جايبها اهو، يبقى هشيل عين دال عين على دال س دي كلها واحط مكانها جيم، يبقى الجيم بتساوي 3 على 2 س تربيع زائد 3 س. اقولها تاني، العين تربيع زي ما هي كده موجوده، العين تربيع اهي س تكعيب زائد 3 س تربيع، نشتق العين تربيع مشتقتها ايه؟ 2 عين دال عين على دال س، 3 س تربيع زائد 6 س، اقسم على الاثنين 3 على 2 س تربيع زائد 6 على 2 يبقى 3 س. عين دال عين على دال س دي اللي هي مين؟ ج، يبقى الج بتساوي عين دال عين على دال س، هشيل عين دال عين على دال س واحط مكانها ج، يبقى الج بتساوي 3 على 2 س تربيع زائد 6 س. ملهاش حل تاني؟ طبعا ليها حل تاني. حل اخر، مش انا عندي العين تربيع بتساوي س تكعيب زائد 3 س تربيع؟ يبقى العين بس بتساوي كام؟ المقدار ده اس ونص. نشتق بقى، ده العين على دال س بتساوي نص س تكعيب زائد 3 س تربيع، الكل اس، نص ناقص واحد يبقى سالب نص، في مشتقة ما بداخل قوس 3 س تربيع زائد 6 س. كده المقدار. يقول لي بقى إذن عايزين نجيب العجلة. قلت له الجيم بتساوي عين في دال عين على دال س. العين اللي هي لسه جايبينها بس تكعيب زائد 3 س تربيع، الكل قص نص. ادي العين اهي. دال عين على دال س نص، في س تكعيب زائد 3 س تربيع الكل قص سالب نص، في 3 س تربيع زائد 6 س. ادي نص. لو تاخد بالك دول لما في الضرب قوسين زي بعض بالظبط اهو. في الضرب هنجمع الاسس، ادي نص وادي سالب نص يبقى صفر، دول راحوا. يتبقى لي نص في 3 س تربيع زائد 6 س. يبقى 3 على 2 س تربيع زائد 3 س. وهي دي العجله. وكده جبت العجله. يبقى العجله 3 على 2 س تربيع زائد 3 س. وكده جبت العجله. يبقى ادي عين تربيع جبت منها الجيم، وادي الجيم عندنا قيمتها اهي. يبقى نخلي بالنا ان احنا اتكلمنا عن السرعه والازاحه
والعجلة، وده كله كان اسمه تفاضل الدوال المتجهة. في تفاضل الدوال المتجهة اتكلمنا عن ان ازاي يكون عندي الازاحة والسرعة والعجلة واجيب كل واحدة فيهم من التانية. الدرس التاني عندنا بيتكلم عن تكامل الدوال المتجهة. انا اتكلمت جبري بس، فعايزين نتكلم عن تكامل الدوال المتجهة جبري وبياني، وعايزين نتكلم على جبري الاول وبياني. خلي بالك من موضوع بياني ده، بياني ده يعني هنحتاج فيهم اشارة المقدار الجبري، اشارة المقدار الجبري. طيب المثال اللي جاي ده بقى خلي بالك منه عشان بيقول لي ايه بقى. اذا كان ر اذا كان متجه الموضع لجسم يتعين بالعلاقه ر بتساوي نص نون تكعيب، انا اسف تلت نون تكعيب زائد 2 نون تربيع زائد 4 نون ناقص 1 في اتجاه الي. اثبت ان الحركه متسارعه دائما. اذا كان متجه الموضع يتعين بالعلاقه دي، الر عندنا تلت نون تكعيب زائد 2 نون تربيع زائد 4 نون ناقص 1. عايز الحركه يشوفها متسارعه دائما، قلت له اجيب لك السرعه، نشتق بقى ده الر على ده النون. 3 في 3 تروح يتبقى نون تربيع، 2 في 2 ب 4 نون زائد 4. نجيب له عين على طول بقى ونجيب له جيم، يبقى 2 نون ايوه زائد 4. كده جبت السرعه والعجله، نمسكهم بقى واحده واحده. نمسك السرعة نون تربيع زائد 4 نون زائد 4، نبحث الإشارة نساويها بصفر، نحلل نون ونون عددين حاصل ضربهم 4 والجمع 4 يبقى 2 في 2، والإشارات زي اللي في النص الموجبة، يبقى نون بكام؟ سالب 2. هرسم خط الأعداد وأحط العدد سالب 2، الإشارة بتاعتنا على اليمين مثل إشارة معامل نون تربيع موجبة، وعلى الشمال برضو موجبة. بس انا مستر ببدا من اول الصفر والمنطقه دي ما بتتحسبش، يبقى من صفر المال النهايه هتبقى الاشاره مالها موجبه. ده العين. جيم بقى 2 نون زائد 4 بتساوي صفر، يبقى 2 نون بتساوي سالب 4، يبقى النون بسالب 2. ادي العدد سالب 2، الاشاره تبقى سالب 2، الاشاره على اليمين مثل اشاره معامل نون، هنبحث الجيم بقى موجبة لأنها دالة من الدرجة الأولى، وعلى الشمال سالبة. قال يا ابني ما احنا ما بنحسبش غير من أول الصفر، يعني اللي على شمال الصفر للسالب ده ما ينفعش لأن ما فيش زمن بالسالب. تعالى بقى ما نشوف من صفر المال نهاية الإشارات مالها موجبة على طول، يبقى الحركة متسارعة عندما نون أكبر من الصفر. طب ما هو الزمن دايما أكبر من الصفر، ما فيش بقى بعد كده فترات تانية، يبقى الحركة متسارعة دائما لأن الفترة من صفر لما لا نهاية الإشارات زي بعض. بكده احنا خلصنا الجزء الأولاني بتاع درس النهاردة اللي بنتكلم فيه عن تفاضل الدوال المتجهة. حلقتنا اللي جاية إن شاء الله هنتكلم فيها عن التمثيل البياني، وإزاي هنتكلم على من خلال الأشكال البيانية والعلاقة بين منحنيات الإزاحة والزمن والسرعة والزمن والعجلة والزمن نقدر نشوف الحركة متسارعة ولا تقصيرية، ومتى تنعدم السرعة ومتى تصل لأقصى قيمة أقل قيمة. موعدنا الأسبوع اللي جاي قبل دلوقتي بحوالي 50 دقيقة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.